افضل 5 سطور للطلاب اسعار تحت $50 مع بدايه السنه الدراسيه خريف وشتاء، سفاحين اداء ما تسالنيش. توب 5 جزء تاني للطلاب وروح. رقم 5 نوبل من فريجرانس وورد بديل لعطر نيترو ريد. رقم 4 من فرنش افينيو بديل لعطر الثائر من ديمارلي فانيلا وقرفي للناس اللي بدها عطر شتوي للطلاب سفاح اداؤه فواح. رقم 30 سالتا ريوودز بديل لعطر نيشان هشام خطير جدا 100%، بس ما بنصحك تشتريه خاصة إذا أنت صغير، جربه يا معلم إذا أنت بالجامعة، إذا أنت أستاذ جامعة واو. هذا العطر بديل لنيشان هشام الأخضر فانتاستيك، نقاء صفاء وأداء أساس. رقم 2 رويال بليند اللي أنا بسميه سكسي على خط مين؟ إنجل شير، لكن معدل عليه طالع أجمل أفخم وما فيه نوتة الكونياك العالي اللي بتزعج أو بتحسها مش تمام. هذا العطر رائع جدا للطلاب بالجامعة وبالمدرسة، لكن العطر جدا اوعى بالحلال يا أبو العبد، لأنه العطر راح يجيب لك إطراءات كثيرة. رويال بليند وبقابلني. رقم 1 جوست الجميل بديل العطر نيشاني آني، ملك الفانيلا وملك من ملوك الكلام الجميل. نيشاني آني المعروف سعره غالي جدا، هذا يا معلم تحت 50 بيعطيك ريحة الفانيلا الجميلة السكسي. هدول كلهم أسعارهم تحت $50. دل نفسك وبقى قابلني.